النهارده ال 10 الصبح في الاهلي. اهلا بيكم مره ثانيه. طبعا اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده ويمكن اكتر من مره كمان نظرا لاهميه هذا الملف، فكره المنشطات، فكره ان ده ملف في منتهى الاهميه بيأثر جدا على مستقبل كتير من اللاعبين. وسمعنا خلال السنوات اللي فاتت ان في كتير من نجوم وابطال رياضات عالميه مختلفه اللي اتسحب منه ميداليات، اللي اتشطب اسمه من اصلا من سجل او من قائمه اللاعبين المحترفين في هذه الرياضه الى اخره. احنا بنتكلم على حاجه من شانها ان هي فعلا ممكن تضيع مجهود لاعب لمجرد انه جاهل في تفصيله معينه، تعامل بشيء من الاستخفاف في امر يعني ما ينفعش حد يستخف بيه، وخصوصا اللعيبه اللي واصلين لمراحل متقدمه من البطوله في الرياضات المختلفه. ده اللي هنتكلم فيه النهارده طبعا مع حضراتكم اكيد بوجود ضيفنا العزيز اللي مشرفنا الدكتور حازم خميس، هو رئيس مجلس اداره المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات. صباح الفل على حضرتك يا فندم واهلا بيك معانا. صباح الخير. صباح الخير دكتور حازم. طبعا حضرتك كنت معانا على التليفون الاسبوع اللي فات وطلبنا من حضرتك تنورنا هنا بقى لايف وكات كام. بس انا هاخد من كلام كريم وهروح لسؤالي الاولاني. في لعيبه او في رياضيين بيبقوا ما يعرفوش موضوع ان المنشط ده ربما يكون فيه او بيندرج او بيدرج يعني تحت فكره المخدر او المنشط اللي هو محظور، ولكن في لعيبه تانية بتبقى عارفه. فهي دي بقى النقطه اللي احنا خلينا نفرق ما بينهم، وفي نفس الوقت على اي اساس بيتم ادراج يعني منشطات معينه ضمن القائمه اللي هي محظوره ومنشطات تانية لا. خلينا نفهم من حضرتك. صباح الخير الاول طبعا. صباح الفل. وبشكركم على الاستضافه. اولا العالم الرياضه بيتحكم فيها منظمتين كبار اللي هي اللجنه الاولمبيه الدوليه والوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات اللي هي الوادا الورد انتي دوبينج ايجنسي. يعني الهدف من الوكاله دي في الاول اللي هو الكلين سبورت اللي هي الرياضه النظيفه. انت عايز تاخد بطولات خدها بمجهودك بعضلاتك بتدريبك. المشكله ان ما كانش ده المتداول في السنين اللي فاتت وخاصه في اوروبا الشرقيه. كان كتير منهم بياخدوا مواد تساعد على حصولهم على البطولات، وكنا بنشوف في دول اوروبا الشرقيه في روسيا وكده كانوا بياخدوا كميه مهوله من الميداليات الاولمبيه، لحد ما ابتدى يكتشف ان هؤلاء اللعيبه كانوا بياخدوا مواد منشطه وبيحصلوا على هذه البطولات. ايه كانت النتائج؟ ان دوله عظمى زي روسيا دي توقفت اكثر من 6 سنوات في الرياضه ولاعبتها سحب منهم الميداليات باثر رجعي. طب وليه اصلا الخطوه دي جاءت متاخره للدرجه دي؟ عشان كان يعني حتى ده فيها يعني حتى من منطلق مبدا العدل والعداله. الموضوع كان مكلف جدا. موضوع المنشطات ده وانك انت تشخص المنشطات دي بتحتاج اجهزه في منتهى يعني الغلو، يعني اجهزه غاليه يعني جدا، مش تحاليل عاديه. لا 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 لا. المعامل للمنشطات في العالم اللي هي المعتمده من الوكاله الدوليه من الوادا حوالي 32 معمل، والاعتماد بيتم لمده سنه فقط ويعاد تجديده. المعمل المصري احنا واخدين اعتماد لعينه الدم، لسه ما خدناش الاعتماد بتاع عينه البول اللي هو الاهم والاخطر. وعشان المعمل ده يتنيه شغال، المعمل ده بيشتغل طول السنه 24 ساعه في يعني 24 ساعه في 24 ساعه، لان ممكن تجي لك عينه فجائيه من اي بطوله مطلوب ان المعمل ده يعمل. ولذلك زي ما كنت بقول انهم قسموا العينات، لما بياخدوا عينه من لعيب قسموها لاي وبي. الاي اللي بتتحلل والبي بيحتفظ بيها ل10 سنوات. ليه؟ لان لا يكتشف في الاخر انك انت كنت واخد منشط والاجهزه المتاحه حاليا مش قادره تشخص المادة دي. هحكي لك العينه دي بتتاخد ازاي. دي حاجه مهمه عشان الناس لا تشك لحظه في الاجراءات. سي الاهلي بيلاعب سموحه، الاهلي بيروح مندوب النادو اللي هي الوكاله المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، ياخد السكور شيت، ياخد الليسته باللعيبه من الفرقتين بيحطها في ظرف ماضي عليه المدير الاداري او المسؤول في النادي في النادي الاهلي واسمه. قبل الماتش ب10 دقايق من تي يجي المندوبين دول يفتحوا الايه الشيت بالاوراق اللي جواه، وانت تسحب رقمين من النادي الاهلي ورقمين من نادي سموحه. بقى عندك 4 لعيبه. مندوب المنظمه المصريه النادو يلاحظ هؤلاء اللعيبه بشده، يراقبهم بشده. اول ما الماتش ينتهي ياخد هؤلاء اللعيبه الاربعه معاهم مندوب النادي الاهلي ومندوب نادي سموحه الى مكان اخذ العينات، بيخش معاه الحمام ياخد منه عينه البول. اوكي. عينه البول دي بتتحط في قاروره. ده لما يبقى في شك في البدايه دكتور حازم ولا ده ان جنرال؟ ده
راندمايزد كده يعني عشوائي. اوكي يعني لو واحد لاعب متالق ما لهاش علاقه برده يعني منشطات مش ليها تاثير مثلا؟ لا ملهاش دخل. اوكي فتتاخد العينه في قاروره، القاروره دي مصنعه في مصنع في سويسرا، مصنع وحيد. القاروره دي مفتوحه، الغطاء بتاع القاروره دي اول ما العينه تحط فيه ويتقفل عليه بيتم تتبع هذه العينه، ومفيش حد يقدر يفتح القاروره دي الا المعمل المعتمد في من الواد. العينه دي تطلع من ملعب المباراه الى مطار القاهره الى معمل المنشطات في برشلونه. اللعيب لو حد اضطرد في الماتش، حضرتك السؤال بقى مين اللي ممكن يتاخد خاني تاني غير العشوائي؟ اللعيب لو اضطرد. ليه اللعيب لو اضطرد؟ لان احنا بنعتبر اللعيب اللي اضطرد ده عنده سلوك عنيف، قد يكون اللي اثر على هذا السلوك منشط هي المنشط. حاجه في منتهى الدقه، ما حدش يقدر يتلاعب فيها. روسيا كانت بتعمل بقى، كانوا وصلوا انهم يصنعوا مكنه تفك العينه، تفك الغطاء ويغيروا العينه. يغيروا العينه. لا والله. فتوقفوا ست سنه، فتوقفوا ست سنه. ده اقل واجب. اقل واجب. العينه بعد ما تخش المعمل بتتقسم A وB، الـ A تتحلل. بعد ما تتحلل لو طلع فيها منشط بيبقى لازم يتعمل له ما يطلق عليه كونفرميشن، تثبت ان ده اللعيب ده عنده منشط. اول ما اللعيب يتسجل على السيستم الادم ده ان ده عنده منشط، مين اللي بيشوفه بقى؟ المعمل، المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، الاتحاد الدولي بتاع اللعبه، كل دول شافوا اللعيب ده، اللعيب الفلاني طبعا. واخد منشط. مين اللي بيبلغ اللعيب في مصر؟ الاتحاد بتاعه. يعني المنظمه المصريه بتبلغ اتحاد كره القدم، انت عندك اللعيب فلاني الفلاني بياخد منشط، واخد منشط. ايه المنشط ده؟ المنشط ده نوعين، سبيسيفايد ونان سبيسيفايد، يعني معروف الهويه وغير معروف الهويه. النان سبيسيفايد ده عقوبته 4 سنوات على طول. ايه ده؟ يعني مش بس حرمان من اللاعب تاني او غيره او سحب الالقاب، لا كمان عقوبه جنائيه. تاخد 4 سنين. ايه اللي المفروض اللاعب يعمله؟ رقم واحد يتقبل العقوبه، يتوقف، يا اما يطلب لجنه الاستماع. لجنه الاستماع دي كلها مراحل تقاضي، زي ما كنت بحكي لحضرتك في المداخله، مراحل تقاضي زي القضاء كده، عارف القضاء الابتدائي والنقض والاستئناف، هو نفس الكلام. بيجيب المحامي، جيب الدكاتره، جيب روشتات، هو خد الدواء ده ليه؟ خد المركب ده ليه؟ ثم الاستماع دي توقع عقوبه سواء ال4 سنين او تخفف. ليه حق في لجنه الاستئناف اللي هي ما بعد ذلك اسمها الابيل للاستئناف بنفس الاجراءات، ما كانش ما عجبوش العقوبه المحكمه. دي حصلت قبل كده مع لعيب كتير المحكمه الرياضيه. بس معلش سؤالي قبل ما نخش في الاجراءات بتتم ازاي؟ انا دلوقتي اصلا ليه من الاول ممكن يبقى فيه عدم مصداقيه او دقه في النتائج بتاعه التحليل؟ لان دي فيها مستقبل وسمعه لعيبه، يعني حتى لو كانت حصلت قبل كده وحصل استئناف وتم الغاء القرار برده مش حلوه. فطالما الموضوع ما فيهوش دقه بهذا الشكل، ليه بيعتد بيه بهذا الشكل؟ لا ده هو دقيق، ده اللي انا بقوله. ده ما هو حضرتك طلعت اهي في الاستئناف في كيسز كتيره. ما هو الاستئناف ده هدفه ايه؟ انت طلع عندك منشط، ده لا محاله عندك منشط. انت خدته ليه؟ خدته في كومبيتيشن ولا نون كومبيتيشن؟ اوت اوف كومبيتيشن. خدته اثناء مسابقه، دي لها عقوبه. خدته خارج المسابقه قبل البطولات. خلي بال حضرتك من حاجه، انا اسف للمقاطعه، بس الكلام اللي النهواند بتقوله لحضرتك هو مبني بالكامل على كيس حصلت قبل كده مع اللاعب طبعا حسام غالي ايام ما كان موجود في السعوديه، وخد ايقاف 3-4 شهور، وهو بعد كده طلب الاستئناف اللي حضرتك تفضلت. انا بشرح انت دلوقتي طلع في جسمك منشط. المعمل دقته عاليه جدا لانه يقول ان المنشط ده ايه. العقوبه بتتلغي ازاي او بتتوقف ازاي او بتخفف ازاي؟ باسباب. اول حاجه في الاسباب انك مش واخده انتندد، يعني انت مش واخد المنشط ده قاصد. رقم 2 نوع هذا المنشط. طب انت بتعرف منين حضرتك او الساده المعنيين ان هو قاصد ولا مش؟ ما هو انت ما بتعرض بيبان في التحقيقات اللي بيقدمها المحامين والدكاتره انك انت خدت دواء وانت مريض. اوكي. المركب المنشط ده في دواء كحه. تجيب الروشتة والتوقيت اللي انت خدت فيه الدواء وهكذا. فالاجراءات في منتهى الدقه. لما تتم الخطوه دي قبل الخطوه بتاعه التحليل، انت هتعرف ازاي؟ يعني دلوقتي هم قبل ما يعملوا، يعني خدوا التحليل خلاص، خدوا العينه، قبل ما يحللوها يسالوا هل انت في اي حاجه، ويبتدي يقدم الديسكريبشنز. أيوة ده سؤال اكنك قاعده معانا واحنا بناخد العينات. والله انا مش عارفه، انا بنبهر بنفسي بالزبط. اوقات والله ده اللي بيحصل بالظبط. ده تكوني بتاخدي منشطات. انت بتيجي تاخد العينه، المندوب النادو المصري بيقول للعيب ده انت خدت ادويه في الفتره الاخيره، كلت ادويه، اكلت اكلات مستورده، كلت اكلات خارب بيكو،
كل ده اللعيب بيسجله وهو بيتاخد منه العينه بس، يبقى ما عندوش حجه. ايوه زي ما حضرتك سالت اللعيبه بشكل عام وفي كل الرياضات وبالذات في تفصيله الاكل، كنا اتكلمنا فيها انا ونهاوند مع حضرتك في التليفون من كام يوم لو حضرتك تفتكر، ان كان في كيسز قبل كده وثبت ان هم بيتكلموا كلام مظبوط، مش ان هم ما كانش في مناورات. يعني فكره ان حد يكون اكل اكله معينه هو مش عارف ايه مقاديرها ايه مكوناتها، قد يكون من ضمن المكونات دي ماده ما بتسمع في التحليل او فيتامينز، حتى في فيتامينز كده. طب كلام ده برضو كلام مهم، انتوا بتسالوا اسئله تفصيليه مهمه. الوادة ما سابتش الكلام ده للعامه كده يعني، بالعكس الوادة بتنزل كل سنه قائمه بالمحظورات بتصدر في يناير من كل عام، الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات بتنزل اللائحه دي كل سنه في يناير. اللائحه دي كانت بالانجليزي والفرنساوي والاسباني. اول مره في تاريخ الوكاله الدوليه يبقى في لائحه بالعربي. هي لائحه مش معتمده، لائحه تم التوافق عليها. بمعنى ايه؟ ان الوادة وافقت على ان المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات تصدر لائحه للمحظورات بالعربي. اللائحه دي 7-8 صفحات، مفيش حاجه ممكن تخطر في بال مش لعيب مغطية، مش مكتوبه في القائمه المحظوره. طب انا لعيب محترف وظيفتي ايه كلعيب كجهاز اداري كجهاز طبي؟ ان انا اكون مطلع تماما على هذه القائمه. مش بس كده، وظيفه النادو ايه؟ النادو دي مش اسم البوليس. انا مش هدفي ان انا اتتبع اللعيبه واكتشف عندهم منشطات ولا لا، بالعكس النادو دي على صله رهيبه. انا عايز اسالك سؤال، في حد من لاعبتنا الاولمبيين اكتشف ان هو منشطات؟ اولمبيين اخيرا؟ لا 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 لا. طب ليه؟ لا. طب ليه؟ بس زمان كان في لعيبه. لا انا بتكلم حاليا. لا لا ما فيش. ليه؟ لا ليه لا. بقى؟ لان اللعيبه دي في منتهى الذكاء. اللعيبه دي بتتبع التعليمات الدوليه، اللعيبه دي بتخاف على نفسها بشكل رهيب. لعيبه كره اليد دول مش طبيعيين. لعيبه منتخب مصر بكره اليد دول مش طبيعيين. تخيل لما بياكلوا بسكوت. الشاب منهم يكتشف ان البسكوت ده مستورد، ما هوش مطمئن، يطلب النادو، يطلب المنظمه، لمديرة المنظمه يقولها في بسكوت. يعني انا بسكوت المنظمه الدوليه عشان باكل بسكوت. عشان كده في لعيب من كره اليد في اي بطوله افريقيه او دوليه او عالميه، بطوله العالم، في لعيب مصري تم اكتشاف ان عنده نشاطات، بلاش كره اليد، في لعيب مصري منتخب مصر في كل البطولات اللي مصر لعبتها، تصفيات افريقيا، تصفيات كاس عالم، اكتشف ان عنده نشاطات. مش كان من فتره في لاعب في الزمالك بتهيألي ما كانش في بطوله دوليه ما كانتش بطولة دولية ما كانش في لعيب من الزمالك. اوكي طب انا عندي الزمالك ما فيش ولا لعيب من الزمالك اكتشف. طب انا عندي سؤال. لا هو حضرتك ما تاخدهاش بيرسونلي قوي كده. لا انت قلت الزمالك. تاخدهاش ده سؤال طبي ملناش علاقه. شفت برضه طيب بس لقيت طب نقعد بقى بعد الهوا بقى عشان انا عارفه الاسم كمان. لا الجمله دي مهمه. لا 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 اتس نوت مانت خالص على فكره يا دكتور حازم، والله انا بتكلم حضرتك بجد كمعلومه ربما تكون غلط بس هنقعد مع بعض فيها يعني. أقول لي لان جه احد الزملاء على القنوات جه طالع كده وقال دوري بمنشطات ودوري فاهمه. السنه اللي فاتت دي، الدوري اللي فات ده اللي هو 21-22 اتعمل 100 عينه من الدوري المصري، 100 عينه من اللعيبه المصريين وعشوائي، ما كلها عشوائي حسب الخطه. ال 100 عينه دول تكلفتهم العينه الواحده بتكلف 7500 جنيه في 100، يعني حوالي 750 ألف جنيه عينات من الدوري المصري. ال 100 عينه ما طلعش لعيب واحد. ده معناه ايه؟ دي معناها ان اللعيبه ودرجه وعيهم ما بقتش عاديه. لا القصه مش انك انت بس، وده وظيفه النادو بس مش الوعي بس، مع احترامي يعني عفوا. هنرجع برضو الكيسز قديمه، في ناس بتاخد ادويه، يعني في ادويه بتاخد هي بتبقى السبب. انا دلوقتي برضو كلاعب، ما هو انا اللي بيديني الدواء ده مفروض ان هو طبيب، مفروض بيبقى في اشراف عليا من قبل جهاز فني كامل، فانا مش مطالب ان انا كل ما اعمل حاجه او اكل زي حضرتك قلت طبعا بسكوت ان انا اكلم النادو. ما دازنت ميك سنس برضو، يعني خلينا نتكلم واقعي صح ولا الهدف غلط. الهدف يعني ولا انا لا الهدف التوعيه. انا بقول لك اللعيبه الدوليين دول ما عندوش فرصه يعرض نفسه لاي خطر. كويس بس وارد، دي مش وظيفته، دي مش وظيفه اللعيبه مع حضرتك كله. بس القوانين الوادة بتقول انها دي مسؤوليه شخصيه على اللاعب نفسه. يعني اي لاعب دكتور حازم، هل في رياضات بعينها بيبقوا اللعيبه بتوعها اكثر عرضه للتحاليل اللي من النوع ده عن غيرها من الرياضات؟ يعني مثلا الرياضات اللي بتعتمد على القوه العضليه، كمال اجسام، رفع اثقال، مصارعه،
النوع ده تحديدا من الرياضات؟ ما هو عشان كده دول اكبر دوريه اكتر. لا مش دوريه بس، دول اكبر رياضتين فيهم مشاكل اكيد، اللي هم رفع الاثقال والمصارعه. طب احنا عملنا ايه للمصريين؟ المنتخب المصري ده، المنتخب المصري ده ما بيخشش المعسكر نتيجه لمشاكل رفع الاثقال دي، ورفع الاثقال ده توقف قبل كده. تمام، مفيش حد بيروح معسكر رفع الاثقال ده غير لما يكون معمول له كذا مره التحاليل، بحيث ما ندخلش ولا لعيب مصري معسكر رفع الاثقال لبطوله دوليه او اولمبيه او عالميه الا ما نكون متاكدين ان هو مش واخد منشطات، مش بس عشان اللعيب وعشان الاتحاد وعشان عشان مصر نفسها. نفس اللي حضرتك هو اصلا استمرار العقاقير تاثيرها في الجسم تقريبا كام يوم يعني؟ حسب نوع المنشط، اكبر منشط يقدر يستنى في الجسم 3 اسابيع. عشان كده انت عارف يعني ايه ان كومبيتيشن اثناء البطوله، اللي هو 12 بالليل، يعني انت هتلعب بكره ماتش اللعيب 12 بالليل لنهايه المباراه، ده اسمه انك انت خدت منشط جوه الايه؟ جوه البطوله. احنا كلامنا كله بيندرج تحت مظله المنشطات، هل المظله دي بتشمل اي شكل من اشكال المخدرات كمان؟ ما هو يا بمعنى المخدرات دي زي الترامادول يعني؟ رياضي ما شرب سيجاره كذا، عمل حاجه كذا فيها مخدر ومش منشط. لا، المنشطات دي مواد بتؤثر على الحاله الجسديه للاعب، الحاله الجسديه والبدنيه والذهنيه، محطوط بها قائمه 90%. المخدرات دي تنطبق على المخدرات؟ لا لا خالص، مخدر ده لا خالص. وليه هو مش المخدر بيأثر في الثلاث جوانب اللي حضرتك؟ لا مش هيديك عضلات. التستوستيرون ومكونات التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكوري يعني، ده اكبر والجروث هرمونز دي حاجات بتقوي العضلات، بتقوي حجمها وتقوي قوتها. مفيش مخدر لا هيقوي العضلات. لا انا مش بتكلم ان هو خد المخدر عشان يقوي عضله، انا بتكلم على سلوك غير لائق، يعني بتكلم على. لا ملوش دخل، ملوش دخل خالص، ما تعرضتوش لده قبل كده. لا ملوش دخل في الرياضه، انت الرياضه دي الهدف منها رياضه نظيفه شريفه وعادله، ان مفيش لعيب ياخد بطوله ولا ياخد ميداليه وهو واخد ماده منشطه، سواء بالبلع بالحقن تحت الجلد فوق الجلد، يعني ده الهدف من مكافحه المنشطات. طيب دكتور حزم، الموضوع يعني ليه جوانب كتيرة جدا، خليني أروح مع حضرتك برضو الفكرة هنا. يعني هو تاني هبدأ بسؤالي اللي أنا بدأت بيه الحلقة، في منشطات ليجل بمعنى أصح أن هي متاحة، أن هي ممكن أن أي رياضي أن هو يعني يحصل عليها ما لقاش ليها تأثير، والمنشطات التانية إحنا عارفينها اللي هي الليجل أوكي تمام، بس الفرق ما بينهم إيه أصلا؟ يعني دي بتعمل إيه ودي بتعمل إيه في الجسم اللي يخلي دي تبقى ممنوعة أو محظورة ودي عادي؟ أولا ما فيش منشطات ليجل وفي منشطات أوكي ليجل. طب تمام، كلمة منشط رياضي ده يخضع لقائمة المحظورات اللي اللعيب ده هيعاقب عليها لو خده. طب ليه ده سؤال برضو ليه؟ لان ما انا قلت اهو، لان ده بيأثر على الحاله الجسديه والذهنيه والبدنيه وحجم العضلات وحجم حسب الدوز برضو يا دكتور حازم، وحسب الانجريدينتس وحسب حاجات كتيره، لو حاجه بدوزز معينه وبرسنتج معينه وهتساعد الرياضيين، ليه انا برضو اقول ان ده الليجل؟ طب وانا ليه اسمح للرياضي ان ياخد منشط عشان ياخد بطوله او ياخد ميداليه؟ طب لما يكون في لاعب، وانا ما اقصدش رياضه بعينها، بس لاعب ما قدراته استثنائيه بشكل مريب، واخد بالك ازاي؟ يعني هو كانه واخد منشط زي هالاند مثلا، زي يعني هالاند في نموذج كده، انا بضرب حضرتك نموذج عشوائي يعني او مثال عشوائي، بس في بعض الرياضات بتلاقي فيه لاعب وكانه مش بني ادم، تشك فيه اصلا. بالظبط كده، فهل ده بيثير ريبه النادى مثلا باي حال من الاحوال؟ ده في الاولمبيات اللعيبه اللي انت بتقول عليهم دول في الاولمبيات، الدورات الاولمبيه كلهم، كل من يعني والعاب القوى بصفه خاصه 90% من اللي بيحصلوا على ميداليات بيتعمل لهم تشيك منشطات، ميداليات اولمبيه ذهبيه وفضيه وبرونزيه. يعني فيليبس الموضوع مش متساب، عمل له برضه مش الموضوع مش متساب كده، الموضوع مش متساب كده. انتوا عارفين اول قصه منشطات بدات مع بطولات الدرجات، ما هو مين اللي اعلن عن نفسه؟ ده هو اللي اعترف، اللي هو احد ابطال الدرجات الشهير في امريكا، هو اللي اعلن انه كان بياخد منشطات وما كانش هو اعلنها، هو اللي اعلن اعترافا بالخطيئه يعني. فعشان كده ده قبل التحليل ولا بعد التحليل؟ كان كل مره بالاتفاق مع علماء روس كان عندهم خطه انك تاخد المنشط ده بتوقيت معين في مكان معين في ساعه معينه، يأثر يروح قبل ما ده شغل عالي، شغل عالي ده حاجة بس انتهى بايه؟ ده تشكيل عصابي يا فندم، مش اداء رياضي. طب انا عندي سؤال دكتور حازم برضه، بس انت اسئلتك صعبه شويه، اسئله طبيه كده علميه
لا لا انا والله على فكره في اسئله بتجيلي من كلام حضرتك، يعني فيش اسئله بجد متحضره بموضوع لو بني ادم طبيعي، بقى بني ادم طبيعي مش رياضي، وعارف بيصيبنا كده حاله من الكسل كتير في حياتنا عامه، هل ليجل ان هو او اوكي، او يعني كان بتكلم على هيلث وايز يعني صحيا ممكن ناخد منشطات، ولا الموضوع ممكن يضرب مننا نروح احنا في حته ثانيه؟ احنا في فرق بان انا مثلا اخد مالتي فيتامينز مثلا، لا ده حاجه ثانيه، حاجه ثانيه خالص. اخد ما يطلق عليه مضادات للاكسده، دي حاجات كلها مفيده، دي حاجات كلها مفيده. اكل كويس، اكل جود فود، اكل طب والمنشط، لكن كلمه منشط دي 90% منه هرمون. هاخد انا هرمونات ليه؟ طب وما فيش منشطات طبيعيه اللي هي الانجريدينتس طبيعيه؟ ما هو الانجريدينتس كلها ما هياش هرمونيه، يعني تؤدي نفس النتيجه. انا بقول لحضرتك انت لو كلت خضروات كويس، كلت فاكهه كويس، كل ده هيحسن وظائف كل جسمك من غير ما تاخد حاجات هرمونيه تغير وظيفه هذا الجسم. وانت دلوقتي اللي بيروح ياخد تستوسترونز دول، اللي بياخدوا جروس هرمون، اللي بياخد مدرات للبول عشان مثلا قبل البطوله بكام يوم ياخد مدير البول عشان سي وزنه وهيلعب في 97 كيلو هو عايز يلعب في 95 كيلو. انت بتاخد مواد تؤثر على املاح الدم، على وظائف عضله القلب، على وظائف الكلى، فانت بتعرض نفسك لمخاطر جسمانيه وطبيه قد تودي بحياه هؤلاء اللعيبه. انت ما بتسمعوش عن الناس اللي ماتت في الجيم؟ ده كتير، خدوا حاجات كده وماتوا في الجيم. طب انت تعرض حياتك للخطر من اجل ايه يعني؟ من اجل هم عملوا المنشطات ليه؟ طيب لو كده عملوها عشان الناس تاخدها يعني، عشان الناس يعني طب ما هتاخدها ازاي اذا كان حضرتك قفلتها لنا خالص؟ طب ما عملوا كوكايين يعني الناس تاخد كوكايين عشان تبقى مبسوطه؟ لا يعني منشطات اي مين ان هي الليجل اصلا ان جنرال، ما فيش الليجل للرياضي، ما هو ده اللي انا بقوله. لو مش للرياضي حضرتك اللي عايز ياخد اي حاجه بقى ياخدها. انا دي ايوه يعني احنا كبشر عاديه ممكن حد لو عنده مشكله ان هو ما بيقدرش، في ناس جسمها الوهن، ما انا قلت لحضرتك الوهن ده يجي بحاجات طبيعيه، ياكل كويس، ينام كويس، ياخد فيتامينز، يراجع ايه اللي مخلي عنده وهن. ما هو هل الوهن ده هو وهن نفسي ولا وهن بدني؟ لو بدني، لو الوهن بدني ده ليه اسباب، نقص في الكالسيوم، نقص في المغنيسيوم، نقص في البوتاسيوم. بتبعد عن الاجابه، بتبعد عن الاجابه يا دكتور حازم. الاجابه ناخد منشطات ولا لا لو عاديين؟ المنشطات ممنوعه قولا واحدا. انت عايز رئيس بمنظمه مكافحه المنشطات قولا واحدا ممنوع يصرح لك بمنشطات. بقول لحضرتك انا كنت لسه بحكي للبيه الصبح، ابني 15 سنه وبيلعب يعني كوره، قال لي بابا انت رئيس المنظمه، اي حاجه يعني اي حاجه، انا عايز ابقى في وبعدين ما بيعملوش بابا للناشئين منشطات. قلت له تتخيل تحصل بقى ويكتشفوا ان ابن رئيس المنظمه لمكافحه المنشطات واخد منشطات؟ يعني منظري قلت له دكتور حازم، قلت له بس خطه ما تخرش الميه اللي ما يخطر لهمش على بال. طب انا برضو عايز اربط ما بين حتى يعني تخصص الاساسي لحضرتك كطبيب قلب، المنشطات وتأثيرها على القلب وضخ الدم إلى آخره بيكون عامل إزاي؟ للأسف المنشطات دي بتلعب على ثلاث أجزاء هامة جدا. بتلعب على الخلية اللي جوه العضلة، والقلب ده عضلة. فأنت لو لعبت على خلية بتاعة عضلة القلب قد يؤدي إلى توقف القلب. وده أصعب حاجة على الناس اللي هو توقف القلب عند الرياضيين. ده كاتيجوري كبير، إن أنت يبقى لعيب بكامل صحته وكامل قوته يموت في الملعب. فانت يعني في اسباب كثيره، او في الجيم، ودي برضو انا قصدي دي اسباب كثيره. تخيل انت شفت انت مثلا هندرسون لعيب كان اسمه لعيب الدنمارك، اما ارستت في الملعب او حصل له توقف عضله القلب في الملعب. اللي اقصده تخيل من اسباب توقف القلب في الملاعب هي المنشطات دي، لانها بتلعب على املاح الدم، تغير الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم بتاع خليه القلب، فيؤثر على كهربيه القلب فيؤدي الى توقف القلب. مين يسمح دي كل انواع المنشطات اللي هي المنشطات الممنوعه في الرياضه؟ كل المنشطات الممنوعه في الرياضه قد تؤدي الى فشل في المخ، فشل في القلب، فشل في الكلى. طيب من ضمن الحاجات اللي دايما بيثار حولها كتير من اللغط، لعيبه كمال الاجسام لما بياخدوا اللي هو الويت جينرز والبروتين شيكس والنوع ده من الامور، الى اي درجه هي مفيده او مضره؟ هي مشكله الفوت اللي هي، وانا هنا مش بتكلم بقى على المنافسات، لا لا يعني احنا عندنا كاتيجوري لنوعيه الحاجات ديت اللي بتزود العضلات وحجم العضلات من البروتينز والكرياتينز والحاجات دي. بالزبط. مشكله هذه البرودكتس او المكونات ان البنف اللي موجود على العلبه دي ما بيبقاش حقيقي، ما بيبقاش كامل، فالخطر ان هذه المكونات مش حقيقي كمكونات ولا كجرعات ياخدها الشخص؟ كجرعات ومكونات.
فدي اللي قد تودي بحياه اللعيب ده او اتعرضوا انه يتوقف انه خد منشطات. معنى كده ان هي مصرح بيها بشكل او باخر؟ لا 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 لا, لا, لا هيئه الدواء المصريه مصرحه ببعض المكونات دي. ووزاره الشباب والرياضه بتحاول تعمل ما يطلق عليه التعاون بين المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات وهيئه الدواء المصريه لاعتماد بعض هذه المكونات اللي نسمح بها للرياضيين انها ما تعرضوش للخطر وما تتحسبش عليه منشط. بس اي حاجه في السوق يا دكتور حازم هي ليجل يعني مش كده ولا ايه؟ لا الاجابه لا خلاص. إيه في السوق يعني في المحلات لما بنروح تبقى الحاجه الوحيده الليجل في مصر هي الدواء. الدواء ده غير السبلمنتس غير المنشطات كل ما هو دواء في مصر بيباع للجمهور في صيدليه في مستشفى ده واخد موافقه هيئه الدواء المصري. وضع السبلمنتس انا ما اقدرش انا افتي بقى لكن السبلمنتس انت وانت جاي من وانت جاي من اي مكان تصريح بيها من لا وانت جاي من اوروبا وانت جاي من اوروبا ومن امريكا في حد بيجي ما معهوش شويه سبلمنتس لا يعني بيبقى فيه مين بقى يعرف بقى الحاجات دي الحاجه الوحيده الدواء المعنيه في امريكا هتسمح ازاي بوجود سبلمنت مضر للانسان؟ لا في غير انه مضر بيتكلم عن منشط ده بيتباع في السوبر ماركت بيتباع في الاول جرين يعني قصدي بيتباع في اي محل بيتباعوا بره عادي من غير بريسكريبشن؟ لا ده بيتباع من غير بريسكريبشن اوكي طبعا من غير بريسكريبشن ممكن تشتريها من داخل الجيم نفسه من اي بس مضر يا فندم اللي برضه من ضمن الكلام خلي بال حضرتك طبعا ادرى الناس بهذا الامر بس في ناس اللي هي مش فاهمه قوي يقول لك ايه يقول لك ده لا ده خطر جدا بيترسب على الكبد ولازم تلعب جدا وبضمير قوي عشان تحرقه بالكامل دي دايما المصطلحات اللي دي الحقيقه اللي انت محتاج ايه انت شخص بياخد كميه فيتامينز وبروتينز وادويه ضد الاكسده بكميات هل جسم هذا الشخص محتاج هذه المواد هل هذا الشخص كبده سليم والكلى ما احنا ما هو انت كل اي حاجه بتاكلها او دواء بيتفرز في الاخر منين يا من الكبد يا من الكلى طب انت دول سلام تعرض في ناس دخلت في فشل كلوي من السبلمنتس دي يا ساتر يا رب عشان ايه يعني بقى انا لا عايز اقصده في الاخر ما حدش ياخد حاجه مش موصوفه له ما حدش ياخد حاجه من غير ما يطلق عليه وصفه طبيه تحت اشراف طبي ده الهدف من اللي احنا بنقوله يعني ممكن يبقى في وصفه طبيه من طبيب لمنشط معين مثلا ما بيكونش مضر منشط برضه ما نقولش نقول عليه ايه طيب مكمل غذائي مكمل اللي هو المالتي فيتامين يعني لكن المنشطات ممنوعه تماما ممنوعه تماما بس في انواع من المنشطات برضه يعني كلها ممنوعه للرياضيين ولا للناس برضه ان جنرال لا مش على الرياضيين انا بقول لحضرتك اي دواء اي مركب اي حد ياخد الاكل نفسه انت لو كلت اكله مش مظبوطه او اكله مش عارف مصدره المفروض تاكله يعني والله احنا بناكله احنا بناكله يعني محدش بقى يرقي يسال دلوقتي خلاص وده طبعا غلط السلوكيات غلط انا متفق مع حضرتك جدا يعني الواحد لازم انا هنا ليه يخلي انا هنا ليه انا رئيس المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات الخاصه بالرياضيين فدي وظيفتي بس حضرتك دكتور قلب برضو في الاول وفي الاخر ودكتور يعني نستفيد بيك برضو يعني طبعا لا طيب خلينا نرجع تاني للرياضيين وهرجع او هروح لباريس طبعا ان شاء الله اولمبياد باريس 2024 من هنا لغايه وقت اولمبياد باريس منعا لاي يعني خطا زي ده او شبهات ان هي تحدث لاي بطل بتاعنا سواء اولمبياد او باراليمبياد في اي اجراءات بيتم دلوقتي اتخاذها؟ احنا عندنا خطه كبيره مع اللجنه الاولمبيه المصريه وزاره الشباب كويس. والرياضه مفيش لعيب من لعيبتنا مش هيسافر وهو مش معمول له تحليل منشطات مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه دي ما فيهاش بمناسبه برضو قبل ما الوقت يسرقنا الدوري اخبار اللي بيبقى فيه برضو تحاليل بشكل دوري وبشكل عشوائي بتتعمل وهل الكلام ده للدوري الممتاز فقط ولا الدوري الدرجه الثانيه والثالثه ما زال الدوري الممتاز فقط لان امكانيات المنظمه برضو ماليا وانت عارف اتحاد الكره عليه 5 مليون جنيه ولا ما اداناش ولا جنيه انت عارف يعني اتحاد الكره ده يعني احسن اتحاد في مصر يعني ما يدفعش موارد المنظمه بتيجي من فين بالمناسبه نمبر 1 يعني اللي هو وزاره الشباب والرياضه ده الدعم الرئيسي لميزانيه المنظمه. تاني حاجه من البطولات اللي الدوليه والقاريه اللي المنظمه بتشرف على اخذ العينات منها، دي بناخد ثمن هذه العينات. المفروض كل الاتحادات في مصر بتاخد من ميزانيتها للمنشطات. فمعظم الباقيين اتحاد الدرجات، اتحاد الفروسيه بيدفع لنا ما عدا اتحاد الكوره بس. ده اللي طيب ما علينا يا دكتور.
طيب فاضل دقايق قليله جدا دكتور حازم. بس 5 مليون جنيه لا ما انا فاهم. يعني لا ممكن في الدقايق المتبقيه لو انا حصلت على ال 5 مليون جنيه من اتحاد الكوره في الدقائق المتبقيه دي برضه مش هيبقى. انا بتفق مع وعلى فكره ده حقك يعني انك تطالب بهذا الموضوع، انا مش بنختلف معاك. هرجع تاني لان لسه كان عندي جزء في سؤالي خاص باولمبياد باريس. ليه اصلا طالما الاجراءات بتتخذ من دلوقتي كده بهذا الشكل المنظم لاي دوله طبعا مشاركه، ليه بقى بيتم اكتشاف هناك او ازاي اصلا بيتم اكتشاف هناك كمان بعض اللعيبه اللي بتكون حاصله على منشطات؟ هو نفس الكلام يعني. طب ما هو مش بيتعمل قبل ما يسافر مره واثنين وثلاثه؟ ده سلوك شخصي. انا لعيب بطل وهفقد الميداليه دي وعندي دايما الفكره، فاكره هو في حرامي متخيل انه هتقبض عليه يعني انت اللي بيبقى رايح يسرق ده بيبقى فرص احساسه انه هتقبض عليه كام في المية. يقول لك ان هي حفلت يعني. هو اللعيب اللي بياخد منشطات ده كل دماغه جايزه نفلت، ولو فلت هبقى فلت ولو ما فلتش مستقبلي ضاع. بس هقول لك انا لو فلت هبقى فلت بميداليه اولمبيه. هي الفكره كده. طب ازاي بيعدي من الاكزامز اللي بتحصل للدوله بتاعته قبل ما بيسافروا؟ ازاي بيعدي ولا بيبقى بقى اوقات في دول يعني؟ لا مش كل الدول بتعمل اللي احنا بنعمله، مش كل الدول بتعمل كده. طب ما دي نقطه يعني، مش كل الدول بتعمل ده. لا مش كل الدول بتعمل كده. الدول المفروض معتمده، الدول الكبرى بالذات بتعتمد على انها عامله رعايه صحيه، عامله توجيه وتوعيه رهيبه للاعيبتها. لعيب هناك عارف ان هو رايح فين. ما لعيبتنا هو من غير ما ناخد عينات من اتحاد كره اليد، من لعيبه كره اليد. لعيبه كره اليد احنا يعني بنبقى لما بنروح ناخد منهم عينات بناخدها كده عشان نكمل منظومه العينات، لكن احنا عارفين اللعيبه ديت بتعمل ايه، سلوكها هما اديوكيتد. حاجه غريبه جدا يعني. ما فيش ولا لاعب في كره اليد تم مش ايقافه يعني الحديث حوله ان هو كان واخد منشط حتى لو تم تداركها بعد كده؟ لا من اللعيبه الدوليين لا ما فيش. طب انا هبقى اقعد معاك قاعده بعد ما نخلص. هتقولي لي مين اللي واخد منشطات؟ الاسم كمان. مش على الهواء. مش هقوله على الهواء. مش لعيب دولي. هقول لك بعد ما هوش لعيب دولي. بشكر حضرتك على وجودك الكريم معانا، نورتنا وشرفتنا وافدتنا كتير احنا والمشاهدين. جزيل الشكر بجد يا دكتور حازم، والله انا شخصيا استمتعت بحضرتك. بس اسئلتك كانت صعبه والله. اسئلتي عشان الناس تستفيد والله. وبعدين انا منهجي انك انت دايما يعني قلق من يعني الفيميلز يعني ليه؟ لان كنت دايما اقول كده حتى في البيت، ما تصطدمش بواحده ست ابدا. يا حول الله يا رب. مش من الحكمه فعلا. لا يعني اقول لك لا والدتك ولا زوجتك ولا حبيبتك ولا نهوانت. وعارف يعني خليك بص خليك عاقل وما تصطدمش بواحده ست. انت تعمل في نفسك دي اسئله والله مش صدام يعني. انا قصدي تعمل في نفسك كده ليه؟ يعني الاسئله اللي طلعت في ده ما بتطلعش غير من واحده واخده منشطات. مصمم برضه والله نعمل لك انت تيست. نورتنا يا دكتور حازم والله بجد. شوف حضرتك تاني ان شاء الله. هنروح فاصل، انت مش تبقى معانا في اللي جاي بقى. انا هسيب لك انت الفقره اللي جايه بقى ان شاء الله مع دكتور ريهام الحياوي وملف كمان اخر خاص بالصحه. بس قبل كل ده احنا كمان معانا سؤال السوشيال ميديا. فلسه ايه ده مش هتروح فين؟ انا بصدق كان في سؤال طبعا طرحناه على حضراتكم لحد هذه اللحظه، توقعاتكم او رايكم في اداء يعني مارسيل كولر مع النادي الاهلي. اللي عايز يقول رايه قولها بمنتهى الصراحه، اللي عنده كومنت، اللي شايف فيه يعني بشره خير كده في الفتره اللي جايه في خطوات سليمه افريقيا ومحليا ماشيين لحد دلوقتي. خلينا برضو نعرف من حضراتكم. فاصل ونرجع نكمل.